كان يمثل في ما يسمى البرلمان السابق أكبر كتلة سياسية، وبالتالي فإن اضطهاده يعتبر اضطهادا لشعب البحرين. إن اضطهاده إنما هو استمرار لما مورس خلال السنوات الأربع الماضية من قمع بحق هذا الشعب، ابتداء باعتقال رموزه الاستاذ حسن مشيمع، الاستاذ عبد الوهاب حسين، الدكتور عبد الجليل السنقيز، ابراهيم شريف، وبقيه العظماء الكبار من علماء وسياسيين ومفكرين. اليوم شعب البحرين يقف على مفترق طرق، فاما ان ينتصر او يسحق. النظام قال انه سيسحق، النظام قال انني ساستقدم شعبا اخر واستبدلك باجانب مجنسين من كل مكان. الشعب يقول لا، انا اريد الحياه. واذا الشعب قال انه يريد الحياه فالله سبحانه وتعالى هو الناصر والمعين، خصوصا اذا كان مؤمنا بالله ورسالاته وعدله. وظلم الانسان لا يمكن ان يستمر، وبالتالي فان شعب البحرين بصموده هذا وتقديمه اهم شخصيات لديه، كبار الشخصيات ومن بينهم الآن وفي مقدمتهم سماحة الشيخ علي، هذا الشعب لا يمكن أن يخذله نعم الله سبحانه وتعالى. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا. نعم دكتور، دكتور، تفضلي. جمعية الوفاق البحرينية دعت إلى الإضراب والعصيان المدني، ما أهمية ذلك في تصعيد وتيرة الثورة؟ العصيان المدني إنما هو إحدى البدائل المتاحة أمام الشعب. وإذا انضمت الجمعيات السياسية إلى الحراك الثوري بالدعوة لمثل هذا العصيان، فمن المؤكد أن ذلك سيفت من عضد هذا النظام الخائر، الذي يجب أن نعرف يا أختي العزيزة أنه إنما هو موجود بسبب دعم ست جيوش من ست دول كبرى، يعني الأمريكيون بقاعدتهم، البريطانيون بقاعدتهم، السعوديون بجيشهم، الإماراتيون، الأردنيون، الباكستانيون، كل هذه القوات موجودة في البحرين. مع ذلك هذا النظام لا يستطيع أن يتحمل كلمات من شخص مثل الشيخ علي، كلمات لا يستطيع أن يتحملها. فلا شك أن المقاومة المدنية، لا شك أن العصيان المدني هو وسيلة متحضرة أخرى تضاف إلى سجل شعب البحرين الذي امتنع من الانصياع للإرهاب أو الاعتماد على دعم الخارج. النظام هو الذي يعتمد على الخارج، النظام هو الذي يأتي بالاحتلال، أما الشعب فهو يعتمد على ذاته وعلى نفسه وعلى ربه وعلى نعم. قدراته الذاتية. والدعوة دكتور، للعصيان المدني دعوة موفقة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكللها بالنجاح، وسوف تكسر كبرياء هذا الطاغوت وهذا نعم دكتور، وهذا الدكتاتور إن شاء الله. إلى أي حد النظام مطمئن من المواقف الغربية لا سيما الأمريكية والبريطانية لطالما أنه يؤمن مصالحها؟ يا أختي الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هؤلاء يعتمدون على قوة شكلية مادية في ظاهرها قوية، ولكن الغربيين أيضا لهم مصالح، ولن يقفوا مع عصابة لم تستطع أن تسيطر على الوضع ولم تستطع أن تلتزم بالقوانين الداخلية فضلا عن القوانين الدولية. لا يستطيع هذا الغرب أن يبقى معها إلى الأبد، هم يعتمدون على الغربيين، ولكن الغربيين لم يفيدوا من سبقهم ولن يستطيعوا ولن يسلو ولن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حتى الذباب لا يستطيع هؤلاء أن يذودوها عن أنفسهم. وبالتالي فإن تعويل هذا النظام على الدعم الغربي تعويل على الفراغ، وبالتالي فإن كلمة الشعب، الشعب الذي هو سيد الموقف اليوم هو الذي يستطيع أن ينفذ مشروع العصيان المدني، هو الذي يستطيع أن يخرج يوميا في التظاهرات العملاقة، لا يمكن كسر إرادته بالاعتماد على الخارج. صحيح أنه قد يقتل قد يفجر في الخصومة وهذا ما فعل، ولكن الله لهم بالمرصاد. صمود رموزنا العظماء في السجن
كالشيخ علي وبقية المعتقلين هو الثمن أو هو الضمان الحقيقي لانتصار هذا الشعب وصموده. العصيان المدني دعوة موفقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكللها بالنجاح وأن يشفعها بدعوات أخرى للمقاطعة الكاملة والمفاصلة مع هذه العصابة. نعم دكتور، إلى أي حد النظام إلى أي حد النظام مطمئن من المواقف الغربية لاسيما الأمريكية والبريطانية لطالما أنه يؤمن مصالحها؟ يا أختي الشيطان، قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فسجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هؤلاء يعتمدون على قوة شكلية مادية في ظاهرها قوية، ولكن الغربيين أيضا لهم مصالح، ولن يقفوا مع عصابة لم تستطع أن تسيطر على الوضع ولم تستطع أن تلتزم بالقوانين الداخلية فضلا عن قوانين دولية. لا يستطيع هذا الغرب أن يبقى معها إلى الأبد. هم يعتمدون على الغربيين، ولكن الغربيين لم يفيدوا من سبقهم ولن يستطيعوا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حتى الذباب لا يستطيع هؤلاء أن يذودوها عن أنفسهم. وبالتالي فإن تعويل هذا النظام على الدعم الغربي تعويل على الفراغ، وبالتالي فإن كلمة الشعب، الشعب الذي هو سيد الموقف اليوم، هو الذي يستطيع أن ينفذ مشروع العصيان المدني، هو الذي يستطيع العصيان، فمن المؤكد أن ذلك سيفت من عضد هذا النظام الخائر الذي يجب أن نعرف يا أختي العزيزة أنه إنما هو موجود بسبب دعم ست جيوش من ست دول كبرى، يعني الأمريكيون بقاعدتهم، البريطانيون بقاعدتهم، السعوديون بجيشهم، الإماراتيون، الأردنيون، الباكستانيون، كل هذه القوات موجودة في البحرين. مع ذلك هذا النظام لا يستطيع أن يتحمل كلمات من شخص مثل الشيخ علي، كلمات لا يستطيع أن يتحملها. فلا شك أن المقاومة المدنية، لا شك أن العصيان المدني هو وسيلة متحضرة أخرى تضاف إلى سجل شعب البحرين الذي امتنع من الانصياع للإرهاب أو الاعتماد على دعم الخارج. النظام هو الذي يعتمد على الخارج، النظام هو الذي يأتي بالاحتلال، أما الشعب فهو يعتمد على ذاته وعلى نفسه وعلى ربه وعلى قدراته الذاتية. والدعوة للعصيان المدني دعوة موفقة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكللها بالنجاح، وسوف تكسر كبرياء هذا الطاغوت وهذا. نعم دكتور، إلى أي حد النظام إن شاء الله. إلى أي حد النظام مطمئن من المواقف الغربية لاسيما الأمريكية والبريطانية لطالما أنه يؤمن